تعيش. ثانك يو. اكروم انت هنا يا معلم. مساء الخير. مش تقول لي يا عم انك ليك في الكلام ده؟ كنت ظبطتك. جوليا اكرم. هاي. هاي. يلا خمس دقايق وجاي. ماشي حياتي. ايه يا عم الحته البلدي دي؟ انت جايبها من مصر ولا من هنا؟ بعدين هبقى اكلمك. ها؟ بقول لك ايه؟ انت رايح فين؟ احنا بنتعشى النهارده مع بعض. مش هينفع، احنا لازم نمشي. انت مستعجل ليه كده يا اخي؟ انت لسه جايبها؟ احنا كنا ماشيين. بقول لك ايه؟ ايه ده انت لسه داخل قدامي دلوقتي؟ ما لقيناش اللي احنا عايزينه. يلا يا عم يلا يلا يلا. هبقى اكلمك. ماشي. بلدي يوكل برضه. الحمد لله على السلامة يا أبلة. الله يسلمك يا سمير، عامل إيه؟ الحمد لله. عمي ونور أخبارهم إيه؟ كويسين الحمد لله. مالك يا سمير؟ مفيش حاجة، أنا كويس الحمد لله. إيه طالع مشوار بس قبل ما أروح؟ عيني. تدخل معايا؟ لا استناك انا هنا. حد عيلك. أنا مخنوقة أوي يا ستنا، كنت طايرة في سبع سما، وعلى غفلة حسيت إن روحي بتروح مني. مش هو ده الرزق والعوض؟ دليني يا ستنا، دليني.